لو الحكاية فيها إن فيكو. طب كل الصعيد قد إيه؟ من 9.2 في 2.4 مليار جنيه، يعني 38% من المصروف على الصحة في محافظات الصعيد. ما حصلتش. يعني مش 33% من 27 محافظة، 9 موجودين في الصعيد. المفروض ده يبقى 33، لا، لأول مرة محافظات الجيزة تزيد وتبقى 38 الصعيد ولا إيه؟ تبقى 38%. ده بنقول إحنا كده تطور الدول بيبقى حاجتين. أولاً يبقى فيه رؤية. رؤية، يعني أنا رايح فين؟ ما بمشيش بشكل هبقى أصغر. عشان كده إحنا عملنا المحاور الأربعة اللي بنبتدي فيها. اتنين، إن إحنا نعمل. عشان كده عملنا المستشفيات اللي إحنا بنتكلم عليها. ثلاثة، صرف. وده تصرف. أربعة، ستاتيستكس، إحصائيات. الإحصائيات اللي إحنا بنعملها دي بنعرف إحنا ماشيين فين وعملنا إيه عشان نعرف الخطوة اللي بعد كده هنعملها. إن شاء الله بلدي أحسن بإذن الله.